أهلا بحضراتكم من جديد. الحوار الوطني ويعني ما يحدث داخل الحوار الوطني، وإحنا بنتكلم عن 23 جلسة لهذا الحوار الوطني، وإنه يعقد في هذه الظروف الصعبة، فده دليل على جدية هذا الحوار الوطني. إلى أي مدى هذا الحوار بيعبر عن القضايا اللي بتهم الناس؟ إلى أي مدى بيطرح الحلول اللي تناسب الناس، مش ترضي فئة معينة؟ ده مهم جدا إنه يحصل، لأنه يعني الدعوة للحوار الوطني بين جميع القوى السياسية كانت يعني بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في توقيت غاية في الأهمية، إن احنا يكون عندنا رؤى محددة والجميع يكون موجود على طاولة الحوار يطرح الحلول قبل ما يكون حديثنا الدائم عن المشاكل ولا نقدم الحلول. ومن هنا جت أهمية الحوار الوطني بأنه يعبر عن كل اللي بيهم الناس، ويمكن ناس كتيرة جدا جدا عندها أمال كبيرة في هذا الحوار الوطني أنه يحدث تغيير كبير في كل الأزمات الموجودة على كل الأصعدة، ويكون لي شأن كبير في كل القضايا، وكمان يعني الحلول السياسية اللي هي قضايا عدة. نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل محددا عن الجلسة 23 للحوار الوطني اللي كانت يوم الأربع، ومخرجاتها وما يعني تم تناوله خلال هذه الجلسة، واللي كان يعني منبثق عنها بيان هام جدا للحوار الوطني. نتكلم مع حضراتكم مع الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نورنا النهارده في استوديو التاسعة. أهلا بحضرتكم، مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتكم السادة المشاهدين. زي ما كنت بقول، يعني مسألة استمرار انعقاد الجلسات في ظل هذه الظروف، بالتأكيد ظروف صعبة ومعقدة في الداخل وفي الخارج، يؤكد على أهمية وجدية استمرار هذا الحوار للوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف وفي مقدمتهم المواطن المصري. يعني خلينا نقول أنه يعني المبادرة كانت يوم 26 إبريل العام الماضي، النهاردة 28 إبريل، يعني مرور سنة ويومين. في الحقيقة عندما أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني، كانت مبادرة مهمة جدا، لها أهدافها ولها رسائلها ولها دلالتها. كانت مصر يعني قطعت شوط كبير جدا في الانتصار وفي الحرب ضد الإرهاب، أيضا تواصل إعادة بناء البنية التحتية لدولة كانت وظلت لفترات طويلة هشة، وبالتالي يعني كان هناك يد تبني ويد تحارب الإرهاب زي ما تابعنا في سيناء وإلى آخره، وده كان شيء أمر كبير جدا ويحتاج إلى مجهود. وبعد لما الدولة المصرية قطعت شوط في 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 هذين المسارين، جاء وصلت إلى نقطة الحوار الوطني والمبادرة وإطلاق المبادرة، وده كانت لافتة مهمة تهدف للآتي. تهدف لأنه الجميع مدعو للمشاركة في صناعة قرار جديد يتعلق بالجمهورية الجديدة. رأس الدولة المصرية يدعو المصريين، يدعو الشارع السياسي، يدعو القوى السياسية، الأحزاب، النخب. ولو تفتكر حضرتك في هذا الإفطار كان حاضر ناس من المعارضة، الأستاذ حمدين صباحي وغيره من رموز المعارضة في مصر، والسيد الرئيس يعني نزل وسلم عليهم وصفحهم، ودي كانت الرسالة المهمة القوية. طبعا من سيادته أنه الجميع على طاولة الحوار، الجميع على طاولة، وتم تشكيل مجلس أمناء الحوار وانطلقت الجلسات. وكان مجلس أمناء الحوار بيعكس فكرة التوافق حتى في الأسماء والاختيارات، وهنا يعني حالة رضا عام لدى الأوساط السياسية وغيرها والأحزاب من خلال مجلس الأمناء، وانطلق مجلس الأمناء. اللافت هنا بقى إيه؟ اللافت هنا أنه مجلس الأمناء كان إشارة واضحة وكبيرة جدا ومهمة جدا على أنه كل الأطياف على طاولة النقاش داخل مجلس أمناء الحوار، وهي متفرقة من المعارضة ومن المؤيدين ومن أقصى اليمين ومن أقصى اليسار، وبتجلس على ترابيزة واحدة وبتناقش وبتتبادل وجهات النظر. طب ده مكسب؟ ده هو ده المكسب. صحيح. إنه بناء أرضية صلبة قوية، أرضية صلبة قوية وطنية سياسية لكل لأطياف المجتمع،
ده في حد ذاته مكسب كبير. لأنه ليه مكسب كبير؟ لأنه ما كانش موجود. يعني كانت المطبات تقطع المسافات والجسور المتواصلة ما بين المؤيد والمعارض، ما بين الموالاة زي ما بيقولوا أو المعارضة وهكذا. ولكن هذه، أو يمكن كنا بنشوف هذه الجلسات لكن بتكون القرارات اللي هتخرج من هذه الجلسات معدة مسبقة. ما كانش في حوار أصلا، ما هوش حوار حقيقي يتسع للجميع زي ما بيحصل في الحوار. ما كانش في حوار أصلا، ما يعني فين قوليلي، ما فيش يعني هنا أصل الحوار مش واحد. يعني الفكرة هنا الحوار مش واحد يقابل واحد في مناسبة فيسلم عليه أو يتكلم معاه أو يتبادل الأخبار. أنا بتكلم في الحوار الذي يهم الدولة، حوار الشراكة في بناء الدولة، في بناء الجمهورية الجديدة، في مناقشة ملفات جوهرية وحيوية تتعلق ببناء الدولة في مرحلة جديدة. يعني هذه السياسة بمثابة ودائع في بنوك المستقبل للشارع السياسي. صحيح، واخد بال حضرتك، تبني للمستقبل، لأنه المبادرة وهذا الحوار للمستقبل مش للماضي وليس فقط للحاضر. هو إشارة قوية جدا لبناء المستقبل يعني رصف الطرق السياسية أمام الأجيال الجديدة والشباب في القادم إلى عالم جديد ومستقبل جديد وحياة جديدة. وبالتالي هنا حتى لا يعاد تكرار مساحة التعقيدات والتشابكات السياسية التي عشناها لسنوات طويلة ونصل إلى محطة ربما يعني تكون معقدة. الحقيقة هذه المبادرة عملت تفكيك لهذه التعقيدات السياسية وتوسعت النقاشات وحدث التوافق وبدأت النقاشات حول قضايا كثيرة جدا مهمة تهم المواطن. ويعني لما أقول لحضرتك أنه نتحدث عن 113 قضية داخل اجتماعات مجلس الأمناء الذي وصلت وبلغت نحو 23 وربما يزيد قبل الجلسة الافتتاحية، تكون هناك جلسة أو جلستين على الأقل. صحيح، ماشي. ونتكلم عن 19 لجنة، نتكلم عن 3 محاور، محور سياسي ومحور اقتصادي ومحور مجتمعي. وكل هذه القضايا أخذت، كل جلسة كانت بتاخد من 8 ل 10 ساعات نقاش ونقاشات واختلافات وتوافق، إلى وصولا في النهاية إلى إيه؟ إلى التوافق، التوافق الذي ينطلق من أرضية وطنية. صحيح، وهنا تأكيد المكسب الحقيقي المستهدف من الحوار. صحيح، في 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 تأكيد مساحة الوطنية لدى كل الأطراف. صحيح، أستاذ جمال، يمكن أخذ من كلام حضرتك ونروح لسيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ومسألة يعني صورة الشارع المصري المكتملة داخل جلسات الحوار الوطني، تعدد الآراء واختلافها اللي بيدي لصانع القرار الحقيقة الطريق للقرار الصحيح، ده بيتم داخل جلسات الحوار الوطني. برحب بحضرتك، مساء الخير على حضرتك يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك يا استاذه هدير والساده الضيوف، اهلا وسهلا. يمكن مساله يعني انه الحوار الوطني بيجمع كل القوى السياسيه ومشاركه جميع القوى السياسيه، والاختلاف موجود، وحتى انه الموضوع تعدى المشاكل المحليه. احنا شفنا النهارده في البيان الصادر عن جلسه الرقم 23 اللي تمت يوم الاربعاء الحديث لشعب السودان الشقيق بتجنب الفتن والاهتمام بالبعد الدولي والإقليمي وإعلاء الأمن القومي. فإحنا بنتكلم في إنه الحوار ممتد لقضايا حتى ما هياش قضايا يعني تمس المواطن المصري من الدرجة الأولى أو الشارع المصري. الحوار الوطني هو حوار يمس المواطن المصري، سواء هذا المساس كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. تعليقا على مسألة السودان، السودان جار وجار عزيز وبلد شقيق، ويمثل يعني أهمية كبيرة جدا للدولة المصرية. وكل ما يحدث في السودان يعني نحن في مصر متأثرين به ومتعاطفين معه، ونقف مع الشعب السوداني الشقيق. وبالتالي الحوار الوطني المصري بيمس جميع القضايا التي تعني المواطن المصري. زي ما تفضل الأستاذ جمال، أنا طبعا مش شايف التلفزيون بس أنا عرفته من صوته. الحقيقة احنا أمام مساء الفل يا سيادة المستشار. مساء النور، أهلا بحضرتك يا جمال. دي 3 محاور، 19 لجنة، 113 قضية. قد تفرض بعض القضايا المستجدة نفسها، وده برضو
سوف يتبناها الحوار الوطني ويناقشها من خلال آليات مرنة جدا. ده معناه أن الحوار الوطني كان متبصرا بأن هو لا يسير في خط مستقيم، إنما في خط صاعد وهابط، بحيث أن احنا نصل لترتيب أولويات المرحلة، الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة. صحيح. أتصور أن معظم القضايا التي تمس المجتمع المصري موجودة. المجتمع المصري بجميع مكوناته الجهوية والجغرافية والسياسية موجودين في الحوار الوطني، وهذا هو جمال الحوار الوطني، أن احنا بنضم الجميع، لأننا متأكدون أن الجميع على أرضية واحدة، وهي الأرضية الوطنية المصرية. صحيح. وعايز أروح مع حضرتك للجلسة الافتتاحية اللي بتحضروا لها يوم 3 مايو، وملامح هذه الجلسة بعد الجلسة اللي حصلت يوم الأربعاء. هل هناك ملامح واضحة ليها دلوقتي؟ الجهات المشاركة، هل في تمثيل حكومي هيكون موجود؟ طبعا يعني دعيني لا أستبق الأحداث. جمال بي عارف أنه تم التوافق على أن الذي سيعلن تفاصيل الجلسة الافتتاحية هو السيد المنسق العام، ولكن دعني أؤكد لحضرتك على بعض النقاط. رقم واحد، أن الحضور هيبقى كبير. رقم اثنين، هيعكس تنوع المجتمع المصري، يعني هنلاقي رموز سياسية مصرية، رموز اجتماعية، ورموز اقتصادية. هنلاقي في بعض الجهات ممثلة، هنلاقي في بعض المنظمات المهمة مثلا في المجتمع المدني أيضا حاضرة، قادة الفكر والرأي والاقتصاد موجودين. سوف يتم إعلان خطة الجلسات بشكل مفصل، سوف تكون هناك بعض الكلمات لبعض الحاضرين. طبعا هنصارح ونكاشف الشعب المصري بالإجراءات التي تمت في المرحلة السابقة. إن شاء الله يعني هذه هي بداية الانطلاق العلني، ولن أقول الفعلي لأن الحوار منطلق وتم التجهيز له بشكل مؤسسي وبشكل كبير، ولكن هيبقى ده الانطلاق العلني للجلسات إن شاء الله. لكن كل اللي أؤكده لحضرتك أن الجلسة إن شاء الله سوف تعكس تمثيل جميع مكونات المجتمع المصري برموزها وشخصها إن شاء الله. صحيح سيادة المستشار، ويمكن من النقاط الهامة في البيان كانت كمان مسألة الإشراف القضائي على الانتخابات، والاستجابة الكريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمسألة اقتراح المجلس لاستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات. الإشراف القضائي ضمانة أكيدة من ضمانات سلامة إجراءات الانتخابات بجميع أنواعها. الشعب المصري أصبح يألف الإشراف القضائي ويأمن ويطمئن إليه. الحقيقة أن كانت يعني لفتة طيبة من مجلس أمناء الحوار الوطني أن هو يثير هذه المسألة، وبالمناسبة هذه المسألة مدرجة على جدول القضايا بتاعة المحور السياسي منذ اليوم الأول. إحنا طرحنا فكرة، سيد الرئيس باستجابة كريمة وسريعة وجه بدراستها من الجهات المعنية. هيبقى ده إن شاء الله هو توجه مجلس الأمناء وجلسات الحوار الوطني، كلما رأى قضية نافعة من القضايا سيحاول أن يبلورها في شكل مقترح، إما يأخذ شكل تشريع أو يأخذ شكل سياسة حكومية أو قرار تنفيذي، بحيث إن إحنا يعني الحوار صاعد وهابط وهو حوار تفاعلي، بمعنى إن إحنا يعني هنطرح الفكرة وتتنفذ ازاي، ده هيبقى يعني اختصاص الجهات المسؤولة. برضو خليني أؤكد برضو بوضوح لحضرتك أن الحوار الوطني هو يعني بيت وطني ومخزن للأفكار والرؤى، ولن يحل نفسه محل أي جهة، وليس له أي علاقة بأي قرارات. الحوار الوطني يصدر توصيات، إنما الذي يصدر القرارات هي الجهات والأجهزة والمؤسسات المعنية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني على وجودك معنا النهاردة في التاسعة. أعود لضيفي الكاتب الصحفي جمال الكشكي، ونستكمل حديثنا عن القضايا المطروحة داخل جلسات الحوار الوطني ومسألة الأولوية، لأنه القضايا عدة الحقيقة، والقضايا كل مدى، ويمكن كنا بنتكلم أنا وحضرتك في الفاصل عن
المزيد من يعني التشابكات والوضع السياسي والاقتصادي الدولي والإقليمي اللي بيزيد تعقيد. مسألة الأولويات وترتيب الأولويات في الجلسات لاختيار القضايا الأهم فالأهم. يعني ده طبعا موضوع في الاعتبار، فيعني أولويات العمل الوطني والقضايا ذات الأولوية تتمثل مثلا على سبيل المثال، احنا خدنا رتبنا المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وعايز اقول لحضرتك انه هيتم مناقشة الجلسات خلال 3 أيام، الحد والثلاث والخميس، ويوم الحد المحور السياسي، يوم الثلاث الاقتصادي، يوم الخميس المحور المجتمعي، ده من كل اسبوع. وداخل كل يوم هيبقى فيه 4 جلسات، يعني 12 جلسة، ومتنوعة القضايا حسب أولويتها وحسب كلها مهمة بالمناسبة، لأنه احنا بقالنا سنة بنناقش، يعني احنا تكلمينا في 200 متقاربة من 200 ل 250 ساعة مناقشات، فبالتالي كل قضية أخذت حقها في النقاش، لأنه عشان نناقش قضايا مهمة المسألة ليست من باب الرفاهية، تتم مناقشة القضايا وفي نفس الوقت وفي نفس او على الترابيزه بتطرح الاسئله، هل هذه القضيه قابله للتحقيق؟ ظروف الدوله تسمح بيها؟ الوضع الدستوري والقانوني بالنسبه لها ايه؟ وبالتالي هنا انت بتناقش القضيه وتبحث كمان سبل تنفيذها على ارض الواقع وفقا للمتاح وفقا للواقع، لانه احنا عشان يكون الحوار مثمر، والا هيكون مجرد حوار. ما هو انا مش هقعد اقترح افكار غير واقعيه، لابد ان تكون قابله للتنفيذ، لانه مجلس الامناء بيرسل حسب ما اكد السيد الرئيس هذه المخرجات والنتائج الى السيد الرئيس عقب كل جلسه او كل فتره من الفترات، يعني والوصول لنتائج نهائيه يتم رفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اطلق المبادره، ويتم احالتها اذا كانت قضايا تحتاج أو موضوعات تحتاج إلى تشريع أو قانون يتم إحالتها لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ، إذا كانت تحتاج إلى قرارات يتم إحالتها للمسؤولين في الحكومة. وبالتالي هنا لا يجب أن يتم رفع شيء غير مدروس. فكمان من ضمن الاعتبارات المهمة لمجلس الأمناء طالب أنه يبحث عن القضايا التي تصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر، لأن المواطن هنا هي فلسفة واستراتيجية الدولة المصرية. يعني من منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الدولة هو يضع المواطن أولوية أولى. أيضا هذا السياق الحاكم يحكم الجالسين على طاولة النقاش داخل مجلس الأمناء، وهو المواطن والبحث عن تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن في مختلف القضايا. لأنه لما نتكلم مثلا على سبيل المثال أن احنا هنناقش في المحور السياسي ملف حقوق الإنسان وحرية العامة أو الحبس الاحتياطي أو النظام الانتخابي، كل هذا يصب في مصلحة المواطن. لو هنناقش في الملف الاقتصادي الأجور أو التضخم أو المعاشات، كل ده من الملفات والموضوعات المهمة بالنسبة للمواطن. أيضا لو على سبيل المثال لو هننتقل للمحور المجتمعي ونتكلم عن الصحة والمستشفيات والعلاج والتأمين الصحي الشامل والتعليم الخاص والتعليم العام والحكومي وما قبل الجامعي والتعليم الأساسي وكل هذه المساحة والصحة والمبادرات والثقافة والهوية الثقافية والوعي وصناعة الثقافة بفروعها المتعددة، دي قضايا يعني مهمة جدا وبتمس الناس هتحس بيها. يعني لو خرج التوصيات في مجال تعليمي في مجال صحي، ده موضوع يمس الناس من الدرجة الأولى. إزاي الناس تستشعر أنه القرارات اللي بتخرج أو التوصيات اللي بتخرج من الحوار الوطني بتنفذ على الأرض أو ليها يعني مدلول على الأرض علشان يحسوا بقيمة هذا الحوار الوطني؟ شوف هقول لحضرتك على حاجة، أطراف الحوار إيه؟ ما هو القوى السياسية والأحزاب معارضة مؤيدين والرأي العام شريك في الحوار، ما هو حاضر وبيشارك في الجلسات ونقاشات. وبالتالي لما نصل لصيغة على سبيل المثال في التعليم ونرفعها للسيد الرئيس ويصدر بها قرار وتنعكس بالضرورة على المواطن، ولما نعمل مشروع مهم جدا بالنسبه للمزارعين والفلاحين والى اخره ويلقى استجابه، ما هو لازم يحس بيها، ما هو في الاخر ده هدفه
في النهاية هذه المخرجات تتحول إلى واقع وثمار تسقط في فم المواطن المصري وتسقط في فم الدولة المصرية. هذا هو الهدف. وبعدين خلينا نقول بس على حاجة مهمة، إنه إحنا يعني إيه، تاني بكرر إنه لا أحد يملك عصا سحرية. صحيح. وتاني بأكد لك إنه لابد أن ننظر بعين الواقعية إلى نتائج هذا الحوار. يعني لا نحلق في السماء ولا نصل لشيء. وفقا للواقع، المكسب الحقيقي من هذا الحوار إنه كل المصريين يجلسون على مائدة واحدة وعلى طاولة نقاش واحدة ويتبادلون وجهات النظر والملفات مفتوحة، وتم قطع أشواط كبيرة جدا. احنا لو بنتكلم عن حتى الاختيارات في المقرر، 44 مقرر ومقرر مساعد من أنبل وأحرف المتخصصين في مصر في كل القضايا، في كل القضايا. لما بنتكلم عن ما يقرب من 22 منظمة حقوقية أعلنت مشاركة حقوق الإنسان، أعلنت مشاركة، أكدت كمان مشاركتها في الحوار الوطني. طب هو ده كان موجود يا فندم؟ ما كانش موجود؟ بالتأكيد لا. وبالتالي أنت بتحقق مكاسب لصالح الدولة. صحيح. لصالح الاستقرار. علينا أن نروي هذه التربة الخصبة سياسيا المبشرة مستقبليا جميعا، ونشارك في زراعتها جميعا حتى نجني الثمار المستقبلية بشكل أكبر. المسألة هنا لا تقف عند النظرة الضيقة. هذه المبادرة وإن حدث مثلها في عبر التاريخ أيام الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك، إلا أنها لم تكن مثل هذه المبادرة على الإطلاق. هذا ليس كلاما من باب يعني المجاملة، لكن من باب الواقع. يعني هنا أنت بتتكلمي في كل أطياف المعارضة بتجلس. والأدهى من كده إيه؟ الأدهى من كده والأهم من ده إنه الجميع يعلم إنه لا توجد خطوط حمراء ولا سقوف في المناقشة لدى مجلس الأمناء. صحيح. وكل عضو مجلس يمثل قوة سياسية، يمثل حزب، يمثل تيار. ورغم ذلك هناك حالة من الانفتاح والسقف المرفوع في النقاش والمطالب المرفوعة، لأنه هذه الدولة وهذه الجمهورية الجديدة لديها مفرداتها الخاصة ولديها قاموسها الخاص وقواعدها الخاصة، وتقبل بالرأي والرأي الآخر وتؤمن بذلك، وتؤمن أن القاموس القديم لم يعد يصلح لبناء المستقبل. صحيح. وهكذا. وبالتالي يعني الأيام المقبلة تتطلب من الجميع، إعلام وصحافة وأحزاب وسياسة وقوى سياسية ونخبة، أن تنظر بعين إيجابية، تنظر بنظارة بيضاء وليس سوداء إلى الحوار الوطني، وعين واقعية في نفس الوقت، وتدعم وتكلم في مكانه، يدعم هذه المبادرة، لأن هذه المبادرة ليس ملكا لأحد ولكنها ملك للدولة المصرية وللمواطن المصري. يعني طبعا يعني على وجه التحديد أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والحديث مستمر والحوار الوطني مستمر. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا لحضرتك بقى. كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهاردة، دايما نشوفكم على ألف خير.